الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للطيور الأرانب. لسه مكملين مع بعض في سلسلة ألف ب تربية أرانب للمبتدئين. إن شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن مشكلة بتقابل ناس كتير أو ناس كبيرة تتكلم عنها، إن الأرانب بطلت تولد أو إن في الإناث بتاعت الأرانب رافضة التلقيح أو إن الذكور بقى عندها كسل في التلقيح. ان شاء الله هنتكلم عن اسباب المشكله دي، وهنتكلم ان شاء الله عن افضل حل للمشكله ديت. فيا ريت لو حضرتك لسه جديد في القناه دي، قناه مهتمه بتربيه الارانب والطيور، والغرض منها محاوله عمل اكتفاء ذاتي من اللحوم باقل تكاليف واقل الامكانيات. فيا ريت لو لسه جديد حضرتك تشترك معانا في القناه، ولو تعرف حد عايز يربي ارانب او طيور يا ريت تشارك معاه القناه عشان الكل يستفيد. واهم اللي فات ده كله، ما تنساش الصلاه على رسول الله. ويلا نبدا الفيديو. بدايه كده لازم تعرف ان في ثلاث اسباب وراء عدم وجود خلفه في المكان عندك. السبب الاول ان ممكن تكون الارانب لسه صغيره، يعني لسه ما بلغتش عمر التلقيح وعمر الولاده. السبب الثاني او الاناث تبقى رافضه التلقيح. السبب الثالث ان الذكور هي اللي يبقى عندها المشكله، وان يبقى فيه كسل عند الذكور وبرضك ما بترضاش تلقح النوتي. طيب، موضوع ان النتايه صغيره ده مش هنقدر نتكلم فيه، لان حضرتك محتاج انك تعرف سن الارانب اللي عندك. المشكله عندنا النهارده هنتكلم فيها هي رفض الاناث التلقيح وكسل الذكور عن التلقيح. طيب، ايه بقى الاسباب اللي بتخلي الارانب ترفض التلقيح والذكور تكسل عن التلقيح؟ من اهم الاسباب ديت هي ارتفاع درجة الحرارة. وانا اتكلمت في الموضوع ده جماعة كتير جدا. افضل درجة حرارة ينفع تربي فيها الارنب هي درجة من 20 درجة مئوية ل 25 درجة مئوية. هو ده افضل درجة حرارة. فبالطبع لاننا كنا في الفترة اللي فاتت ديت في فصل الصيف، فطبعا كانت درجة حرارة مرتفعة جدا، فبالطبع كنت ممكن تلاقي مفيش تلقيح، وطبعا بتلاقي الاناث رافضه التلقيح، وان الذكور كمان عندها كسل في التلقيح. فده دي المشكله دي بقى ايه، مش مشكله ارانب، دي مشكله الوقت او مشكله المكان عند حضرتك. فانت لازم تهيئ للارنب الاول المكان بتاعه اللي هو درجه الحراره بتاعته والتهويه بتاعته، وبعدين تبدا تفكر هل في مشكله كده عند الارنب ولا لا. طيب، ده اول موضوع. الموضوع الثاني او السبب الثاني، وهو اصابه احد الارانب سواء النوتي او الذكور بمرض الجرب او مرض التسمغ. طبعا الموضوع ده محتاج فحص. الارنب لما بيبقى مصاب بالجرب بيبقى كسلان حتى عن الاكل، مش كسلان عن التلقيح، كسلان حتى عن الاكل. ما اكله بيقل جدا ودرجه نشاطه بتقل جدا، فبالتالي بيبقى فيه رفض من الإناث التلقيح وفي كسل من الذكور في التلقيح. ونفس الوضع برضك في تسمغ الأذن. والناس اللي متعرفش يعني ايه تسمغ أذن، ده بيبقى في ودن جوه ودن الأرنب حاجة زي القشور كده وتجمعات شحمية، ده اسمه تسمغ أذن. ده نوع من أنواع الجرب برضك، ده بيمنع الأرانب من التلقيح او بيخليها ترفض التلقيح وبيخلي الذكور تبقى كسلانه عن التلقيح. ده بيبقى كسل عن النشاط العام كله يعني. طيب، والسبب الثالث برضك الاصابه باي مرض، سواء بقى البرد او العرقوب او اي من الامراض اللي ممكن تصيب الارانب. فانت لازم حضرتك تفحص الارنب كويس عشان تحدد اذا كان المشكله عند الارنب ولا المشكله فين. ده كده سبب كمان. طيب، السبب الرابع الحقن. طبعا الكلام ده بقى موجه للناس اللي مقضياها كل شويه حقن الارانب، حقن ايفوماك يقول لك ده عشان يعمل وقايه للجرب. وانا قلت 50 مره يا جماعه ان الايفوماك ده للعلاج مش للوقايه. حقن ايفوماك، حقن مضادات حيويه، حقن كالسيوم، حقن اللي هو التحصينات، كل الكلام ده كله بيؤدي الى كسل الارانب ورفضها التلقيح. لان كتر حقن الارانب بالمواد الكيميائيه دي كلها بيتعب الارنب وبيخليه اصلا ما هوش، يعني مش عايز اقول لك مش طايق نفسه عشان يطلق، عشان تبقى فيه تلقيح اصلا. تمام كده، تمام. وعندك كمان ممكن اصلا الحقن الغلط
تحت الجلد ممكن يكون سبب من اسباب رفض التلقيح او الكسل عن التلقيح، لان في بعض الاحيان في ناس بتيجي تشتكي من وجود خراج او دمل في منطقه في جسم الارانب. وطبعا ممكن مع وجود الخراج ده في جسم الانثى ممكن الذكر وجاي يلقحها يدوس عليه، فطبعا يخليها تبعد ما ترضاش تتلقح، فده برضك سبب كمان. والسبب الاخير بقى وهو ان الارنبه اصلا ممكن تكون عشر وحضرتك مش عارف، فبالتالي لازم حضرتك تعرف تتعلم يعني ايه جس ارانب. وفي سبب كمان يا جماعه مهم جدا وخاصه للناس اللي بتربي في بطاريات. حضرتك لو بتربي بطاريه لازم تعرف ان في مواعيد معينه بتقدم فيها الارانب للتلقيح. يعني ما ينفعش مثلا في عز الصيف تروح تحط الارنبه للذكر نتال الذكر في عز الظهر مثلا، ما ينفعش مثلا تخلي تقدم اكل الارانب وبعد ما ياكلوا تقوم جايب النتام وديها للذكر، لا ما ينفعش برضه. لازم تحدد مواعيد التلقيح الصح اصلا. وفي ناس كمان بتودي الذكر للنتايه، يعني مش النتايه للذكر. هو الصح ان انت لو هتلقح او بتربي في بطاريه وعاوز تبدا تلقيح، المفروض تقدم النتايه للذكر مش الذكر للنتايه، وتقدمها في وقت يكون الجو فيه كويس، يعني يا اما الصبح بدري او بالليل اخر النهار يكون الجو مرطب. طيب دي كده معظم الاسباب المهمه واللي بتؤدي لرفض التلقيح او بتخلي الذكور كسلانة عن التلقيح. طيب ايه الحل؟ شوفوا يا جماعة زي ما قلت في البداية لازم تحدد الوقت المناسب للتلقيح، ده بالنسبة للناس اللي بتربي في بطاريات. طيب لو حضرتك بتربي في ارض بقى وشايف عندك ان مفيش انتاج عندك خالص والارانب متعرفش اذا كانت اصلا مشكلة في الذكر ولا في النتاية، هقول لك انا هتعمل ايه. انا جربت حاجة وناس كتير لما كلمتني قلت لهم عليها، وصراحة الحمد لله الناس كتير يعني جابت نتيجة معاها. طب ايه هي الحاجه دي؟ حضرتك هتمسك الذكر وتعزله لوحده في عشه صغيره كده انت تعملها له وتخليه لوحده لمده اسبوع او 10 ايام. في حاجه اسمها في التربيه الارضي الفطور. في بعض الاوقات ان لما في فتره الصيف دي بالذات لما يبقى في انعدام تلقيح او رفض تلقيح بتلاقي الذكر والاناث بقى عندهم فطور في عمليه التلقيح دي. فانت حضرتك هتاخد الذكر هتحطه في عشه لوحدها وهتسيبه لمدة 10 أيام وتبدأ تقدم له التغذية الكويسة وتزود في تغذية الخضار وتضيف الخل في المية 2 سنتي خل على لتر مية كل يعني في 10 أيام دول مثلا 3 مرات، تمام؟ كل 3 أيام مثلا مرة لمدة 24 ساعة، وتقدم البقدونس والجرجير وتبدأ تحط الوجبات العادية بتاعتك خالص. طبعا عارفين البقدونس والجرجير ده بيبقى دبلان مش بيبقى صابح، تمام كده؟ تمام. وتيجي بعد 10 أيام دولت تبدأ تقدم تاخد واحدة من النوتي توديها للذكر. خد بالك أنا بتكلم على التغذية ديت والكلام ده بالنسبة للناس الناس والذكورة، يعني مثلا يعني الناس اللي على الأرض برضك هتحط لهم خضار، تقدم لهم الخضار وتحط لهم الخل في المية. يعني بتكلم في خل في المية ليه؟ عشان لو في بعض الدهون في الأرانب الخل بيساعد على إزالة الدهون، تمام كده؟ وتيجي بعد 10 أيام دولت هتبدأ تقدم تاخد نتاية من دولت تحطها للذكر. طبعا لو احنا لسه في الجو حر يبقى يا اما الصبح بدري يا اما اخر النهار، ويبقى قبل ما تقدم وجبه الاكل مش بعد ما تقدم وجبه الاكل، تمام كده؟ بس لازم طبعا تتاكد ان الارنبه انتايه فاضيه مش عشر. ان شاء الله لما تعمل كده لو الارنب كويس والنتايه كويسه هتلاقي الذكر بيلقح النتايه على طول بدون اي تردد، وهتلاقي العمليه بتحصل قدامك مش تاخد وقت. وانت واقف بقى هتشوف لو حسيت ان لو لقيت الذكر بيجري ورا النتايه والنتايه مش عايزه تقف هتعرف يبقى كده النتايه عندها مشكله داخليه، التهابات رحم او التهابات في الجهاز التناسلي عندها، فدي كده عندها مشكله في الرحم فلازم تتعالج. لو لقيت الذكر واقف والنتايه بدات تقعد عشان تتلقح او ما فيش الذكر مش بيطارد النتايه، تعرف كده ان الذكر هو اللي تعبان المفروض تغيره. يبقى لو عملت الحركه ديت عزلت الذكر ال10 ايام وقدمت له النتايه بعديها هتلاقي ان شاء الله هتلاقي ان شاء الله التلقيح هيحصل، وان شاء الله الارانب هتبقى ماسكه عشر وهتولد عند حضرتك ان شاء الله بعد 30 يوم. ده كده فيديو بسيط ان شاء الله، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه
سوشيال لايك والشير، وشكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.